السلام عليكم أعزائي أبنائي الطلبة، اليوم راح أشرح مرة أخرى تعليمة معينة كيف يتم رسم التايمينج دايجرام لها. لنفترض الآن عندنا التعليمة لود أكيوميليتر من العنوان 2050، يعني 2050 هكسا. هذه التعليمة نفترض أنها موجودة حسب السؤال أو حسب المثال أنها موجودة في العنوان ألف، يعني بمعنى أنه هذه التعليمة موجودة في الذاكرة اللي عنوانها ألف بثلاثة بايت، لأن تعليمة ذات ثلاثة بايت حسب تصنيف التعليمات، تعليمة ذات بايت وتعليمة ذات بايتين وتعليمة ذات ثلاثة بايت. هذه تعليمة لأنه بها عنوان والعنوان مكون من بايتين، لأنه نعرف أن العنوان 16 بت، فإذا هذه التعليمة تتكون من ثلاثة بايت أوب كود وبايتين الأدرس، لأنه 16 يعني بايتين ثمانيتين، والأوب كود هو له 8 بت، فإذا مكتوبة هذه التعليمة في الذاكرة بهذا الشكل. الأوب كود أول واحد في العنوان ألف، ثم يتبعه العنوان 2050، طبعا مكتوب الأقل ثم الأكثر، ففي 1001 و1002. هذه الثلاثة بايت تمثل التعليم، هذه الثلاثة بايت على بعضها تمثل التعليم. الآن هذه التعليمة كيف تنفذ؟ آلية تنفيذ هذه التعليمة معناه أنه في العنوان 2020 موجود بيانات معينة مطلوب أنه نعملها load إلى الأكيوميليتر. هي التعليمة اسمها load accumulator أو DA، يعني load accumulator، حمل الأكيوميليتر من العنوان 2050. يعني لو كان هذا موقع الذاكرة اللي عنوانه 2050 في مكان ما في الذاكرة، والبيانات اللي موجودة هنا وما ندري شنو البيانات، قد تكون أي بيانات 0 و 1، الآن سميناها داتا. المطلوب بهذه التعليمة لو تنفذت أنه راح تجيب محتويات موقع الذاكرة، هذه الداتا تحملها إلى الأكيوميليتر. شنو آلية تنفيذ هذه التعليمة؟ كيف تنفذ هذه التعليمة؟ هذه التعليمة الآن حسب ما يبدو في الكود، هذا الكود طبعا، هذا الكود وهذه البيانات. هذا الكود مال التعليمة مكون من أوب كود شفرة التعليمة، ومكون من عنوان يتبع شفرة التعليمة. إذن مطلوب هسه حتى نقرأ التعليمة ثلاثة ماشين سايكلز، هذا البايت لازم يسوي له فيتش، وهذا البايت ريد، وهذا البايت ريد حتى يكمل قراءة التعليمة، وهذا البايت نجيبه لهنا أيضا بعملية شنو؟ ريد حتى يتم تنفيذ التعليمة. إذن عندنا مرحلتين للتايمينج دايجرام، مرحلة انه نقرأ التعليمة، نقرأ الشفرة من الذاكرة، هذه الشفرة نقرأ التعليمة، يعني هذه التعليمة الاوب كود مالتها والادرس مالتها لازم يجي من مكان اللي موجود به شفرة البرنامج في الذاكرة الى داخل المعالج، هاي مرحلة. مرحلة ثانية بعد ما تكتمل قراءة التعليمة لازم يتم تنفيذ التعليمة. تنفيذ التعليمة فيه لهذه التعليمة تحديدا معناه انه نحمل لود الاكيوميليتر من موقع الذاكرة لهذا عنوانه. اذا هذه تمت بقراءة التعليمة وتنفيذ التعليمة، العملية الكاملة لتنفيذ التعليمة. إذن هذه التعليمة تحتاج إلى fetch وread وread وread، واضح؟ الآن شلون نبدي نسوي التايمينج دايجرام؟ خلينا نشوف هنا مهيئين إحنا بهذا الشكل، إنه نحتاج fetch، الفتش 4 تي ستيت أو 6 تي ستيت لهذه التعليمة، وهي تعليمة غير معقدة نحتاج 4، تعليمات معقدة نحتاج 6. في نهاية الكتاب موجود كل التعليمات وكم تحتاج من تي ستيت للفتش. الريد تحتاج إلى 3 نبضات، الريد الأخرى 3 والريد الأخرى 3. الآن شنو الإشارات اللي مفروض أنه نرسمها؟ راح نرسم الأدرس من 8 إلى 15، وراح نرسم الأدرس داتا من 0 إلى 7، وراح نرسم الأدرس لاتش إنيبل، وراح نرسم RD داش، وراح نرسم WR داش، وراح نرسم IOM داش. هذني إشارات على الأقل نحتاج أنه نرسمهن في التايمينج دايجرام. إذن الآن نبدأ برسم الإشارات لهذا التايمينج دايجرام. أولا الأدرس يجب أن يخرج على هذا البص، هذا نسميه الهاي أدرس،
واللو ادرس يخرج على هذا الباص، هذا نسميه ال ادرس. هسه شنو هنا يطلع على هذا الباص؟ هو الهاي ادرس، بس شنو بالضبط قيمة الاصفار والوحدات اللي تخرج؟ احنا نقدر نعرفها لانه هنا واضح انه هي العنوان اللي تبدي به تبدا من العنوان الف، يعني هذا العنوان الف، فاذا هذا العنوان يجب ان يخرج على الادرس باص، يعني يخرج هنا 1 0 وهنا يخرج 0 0، فيصير كانما العنوان كامل الف خرج على الداتا على الادرس باص عفوا. ثم فيما بعد يخرج على هذا البص المشترك ونرسمه بهذا الشكل الداتا. طبعا الداتا راح تجي حسب بالفتش راح تجي من الميموري، يا داتا بالضبط اللي راح تجي من الميموري الداتا هي الاوب كود اللي موجود هنا في موقع الذاكرة هو اللي يجي من الميموري. فهنا أنا أوبكود أدرس لاتش إنيبل لازم تظهر بالتي الأولى نبضة وتختفي فقط في التي الأولى. الريد بالتي الأولى الريد أكتف هاي هي أكتف لو فتظهر الإشارة هاي يعني ماكو عملية ريد، ثم تبدأ الريد في منتصف التي الثالثة تصعد إشارة الريد، يعني من هنا لهنا هذه منها لهنا بالضبط هي عملية القراءة، منها بدأت عملية القراءة ومنها تمت عملية القراءة. أما الرايت فتكون كلها واحد، يعني ماكو عملية كتابة لأنه الفتش هي عملية قراءة للأوب كود من الذاكرة. الآي أو إم داش بطبيعة الحال راح تستقر عن الصفر من بداية السايكل هذه المشين سايكل إلى نهايتها. ليش؟ لأنه العملية من الميموري، عملية الفتش دائما من الميموري. هذه الفتش سايكل. بعد عندنا الريد سايكل. الريد سايكل لازم نقرأ الريد سايكل. هنا ايضا يخرج عنوان لثلاثة تي، وهنا نبضة واحدة يخرج عنوان، وبهذه النبضتين تشتغل داتا ايضا بهذا الشكل لان ما نعرف الداتا شو وقت تجي لانه العملية قراءة. ادرس لاتش انيبل في النبضة الأولى أيضا، العملية ما دامت قراءة إذا ريد، والريد تبدأ بالتي الثانية وتنتهي بالتي الثالثة. رايت لا يوجد أيضا، إذا أيضا واحد لأنه الإشارة الرايت هي أكتف لو، وهنا واحد معناه غير أكتف غير فعالة، في حين إشارة الريد هنا أكتف يعني تتم عملية القراءة تبدأ بهذه اللحظة وتنتهي بهذه اللحظة. هنا أيضا الميموري قراءة من الميموري. ليش؟ لأنه ريد لهذه 50% من الميموري، ريد لهذا الأدرس. إحنا هنا بالفتش هذه خلال هذه النبضات الأربعة الأولى قرينا الأوب كود، خلال الثلاثة نبضات هذه راح نقرأ الأدرس الجزء الأقل، ثم نبضات ثلاثة أخرى نقرأ الأدرس الجزء الثاني. هذه الماشين سايكل الثالثة اللي هي أيضا ريد. نشوف هنا شنو اللي يطلع العنوان. مطلوب أنه ذني أمليهن ما خليهن فارغات حتى يفهم اللي يقرأ هذا التايمينج دايجرام أنه شنو الإشارات اللي تطلع عندي هنا. هنا أول أوب كود قريناه من يا عنوان من العنوان ألف، هذا الأوب كود تم قراءته، هذا الأوب كود من العنوان ألف. هنا 50 راح تجي هنا، من يا عنوان تجي 50 الداتا وهنا تجي 20، من يا عنوان تيجي 50 من 1001، إذن عنوان هنا 1001 هاي 1001، والعشرين من وين تيجي؟ من عنوان 1002 1002 هاي عنوان 1002. إذن الآن تمت عملية قراءة التعليمة fetch للأوب كود وريد للأدرس
ريد ريد للادرس، لان الادرس بايتين 16 بت نعرف ان الادرس. تمت قراءة التعليمة. الآن نجي إلى مرحلة تنفيذ التعليمة. تنفيذ التعليمة يعني ريد من 2050 إلى الأكيوميليتر، يعني عملية ريد أيضا. أدرس يظهر هنا ويظهر هنا. هنا الأدرس اللي يظهر شنو هو؟ 2050. لاحظوا 2050. ليش؟ لأنه هسه هالمرة جاي نقرأ من يا أدرس من هذا الأدرس، والداتا اللي تجي شنو هنا هي داتا. لو نعلم هنا شنو مثلا موجود، لنفترض F5 أو مثلا 30، كان كتبناها هنا، لكن ما نعلم شنو هنا الداتا، مكتوبة داتا بس نكتب داتا. الأدرس لاتش إنيبل هي أيضا في النقطة الأولى تجي، والعملية أيضا ريد إذا تشتغل بهذا الشكل. ورايت لا يوجد إشارة رايت، ومن الميموري ايضا صحيح من الميموري، لانه هذه بالميموري عمليه الريد. اذا بهذا الشكل تم التايمينج دايجرام لتعليمه LDA load accumulator بعنوان 2050. اتمنى تكونوا افتهمتوا هذا المثال، واي سؤال اخر بنفس الطريقه ان شاء الله نجاوبه.